علمونا. قبل أيام استمعت إلى ناصبي من الكويت الحبيبة، حفظ الله شعب الكويت، ناصبي من مبغضي أهل البيت يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، برئت منك السنة وبرئنا منك وبرئت منك الجماعة، يرد علي أيها الإخوة يقول شيء غريب، أنا لا أحب أن أذكر أسماء، لست منهم، لا أحب أجعلها شخصية، لكن انظروا إلى النصب. ثم يتساءل بعض أحبابنا ومتابعينا، يا أخي دلونا على النصب في أهل السنة، أين النصب؟ هذا نصب كبير وأنتم تزعمون أنه من علماء أهل السنة، وهو رأس في النصب والبغض لأهل بيت رسول الله، يصرح به من غير استحياء ولا جمجمة. يقول لو جاء ناصبي، أنت من رؤوس النواصب يا رجل أيها التائه، أيها التائه، أنت من رؤوس النواصب، إن كنت لا تدري فدري، الآن أنا أقفك على نصبك. يقول لو جاء ناصبي أو خارجي فعكس القضية، عكس الآية وقال علي ابن أبي طالب أيضا سفك دماء 70,000، تسبب في سفك في صفين، في سفك دماء 70,000 من أجل أن يحصل على الخلافة وأن يتمسك بالكرسي. قلت له والله الذي لا إله إلا هو وأنا على منبر رسول الله كلما نطقتم ظهر عواركم أكثر، والله الذي لا إله إلا هو كلما فهتم بان أنكم تائهون وحمقى، لا أقول أكثر من ذلك، وهم في الحقيقة أسوأ من هذا، حماقة ما بعدها حماقة. يا رجل يا رجل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ علي ابن أبي طالب عليه السلام لا يحتاج أمثالك من النواصب لكي يربعوا به في الخلافة ولكي يقولوا إنه كان الخليفة والإمام الحق والعدل الذي بايعت له الأمة وبايع له المهاجرون والأنصار. يا رجل يا تائه، قبل أن يحصل قتال أصلا وقبل أن يكون نزاع عليه الخليفة، فرق بين الخليفة الحق الذي ينبغي أن يقاتل من بغى عليك معاويتك كطاغيتك، فرق كبير، وبين رجل بغى على الإمام الحق. يا أخي ألا تقرأ كتاب الله؟ والله ما عادوا يفهمون كتاب الله، لأن حقدهم على آل بيت رسول الله، لأن حقدهم على علي عليه السلام. أنا نفسي مستغرب يا إخواني، لا أستطيع أن أفهم لماذا، والله لا أستطيع أن أفهم لماذا. لكن أنا قلت قبل اليوم في خطبة، الانحراف عن رسول الله، عدم المحبة الصادقة للرسول توجب مباشرة بغضة أهل بيته. خذوا هذا عني، هذا مؤكد ويقيني، كل من أبغض آل محمد لا يمكن أقسم بالله أن يكون محبا صادقا لمحمد. الرجل يقول ولو أن ناصبيا أو خارجيا قال علي بن أبي طالب قتل أو تسبب في قتل 70,000 من أجل أن ينال خلافة وأن يتمسك كما قال بالمنصب أو بالكرسي، يسكت قليلا هذا الناصبي ويقول لما كان بعيدا. انتبهوا، ضعوا تحتها مليون خط أحمر، لما كان بعيدا. ما معنى لما كان بعيدا؟ يعني كلامه سائغ منطقي، سائغ منطقي أيها الناصبي المعثر، أيها التائه الضال المضل، تضلل المسلمين أيها التائه، تجعل إمام الحق رحمة الله عليه الإمام أحمد بن حنبل وليس من شأة أهل البيت. على كل حال، سئل عمن لم يربع بعلي في الخلافة، علي هو الخليفة الرابع قولا واحدا، قال هو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي، يقول الخليفة الراشد الرابع هو علي، فهو أضل من حمار أهله. صاحبنا يرى أن قول الخوارج والنواصب قول غير بعيد من الحق، يقول لما كان بعيدا، قول شبيه بالحق، قول قريب، سائغ منطقي مبرر، أن عليا احتقب أيها الإخوة احتقب جرما عظيما أيها الإخوة، وعصب بجبينه دماء 70,000 لأنه كان يبغي الكرسي، يريد الرياسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقرأ هذا النصبي التائه أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. لم يقرأ هذا التائه أن النبي أقسم أنه لا يحب أحد قوما ولا يتولاهم إلا حشره الله معهم. ستحشر مع هؤلاء أنت، ستحشر مع معاوية ومع يزيد ومع ابن العربي ومع النواصب، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكون محشرنا مع علي وآل بيت المصطفى، يتقدمهم المصطفى الأعظم. هذا وهذا إن شاء الله ما سيحدث بفضل الله ومنه. شيء غريب، طريقة غريبة عجيبة في التفكير.